شهور قليلة بعد أول اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أقره برلمان كتالونيا في خريف العام الماضي، فيما واصلت الإدارة الذاتية المضية في افتتاح ممثليات الدبلوماسية في عديد من الدول حول العالم لتكون على ما يبدو لسان حال تجربتها في الحوكمة التي حظيت بإعجاب دولي بحسب خلاصات زيارات ميدانية مكوكية توالت فيها وفود وبعثات دولية، فضلا عن وفود دول لاستعادة رعاياها من عوائل تنظيم داعش الإرهابي الذي قضت عليه قوات سوريا الديمقراطية. آخر زيارة لم تكن الأولى لوفد بلجيكي أجرى محادثات مع المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة وإدارة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، وأكدت تصريحات على أحقية الاعتراف بالإدارة الذاتية وبمشروعها الديمقراطي وتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لها بحسب رئيس الوفد المبعوث البلجيكي الخاص إلى سوريا أوبرت كورمان الذي غادر المنطقة إلى لبنان بحكم حقيبته الدبلوماسية كسفير أيضا لبلاده في بيروت. دعوة يبدو أنها رمت بالكرة في مرمى بروكسل العاصمة البلجيكية وأيضا العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث للإدارة الذاتية ممثلية فيها تابعت عن قرب المجريات. نتيجة الاتصالات التي لنا مع البرلمان الأوروبي أو مع بعض برلمانات الدول على حدة على انفراد، والاتصالات التي تجري بين قيادة الإدارة الذاتية وبعض دول المنطقة والدول الأجنبية، أنا أرى أن هذه ستثمر، لأن الإدارة هي مثال في المنطقة العربية التي ابتعدت عنها الديمقراطية منذ فترة زمنية بعيدة. دعوة وفد وزارة الخارجية البلجيكية جاءت في إطار ما أكد كورمان على أن حكومة بلاده تدعم إيجاد حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 22 و54، على أن يعاد النظر في الهيئة العليا للتفاوض وفي اللجنة الدستورية. وكان تسلم مؤخرا من الإدارة الذاتية 22 طفلا وامرأة بلجيكية من عائلات داعش الإرهابي بموجب وثيقة رسمية، عقب عدة زيارات لوفود بلجيكية منها برلمانية أدت بشهاداتها الميدانية بعد وصولهم. هؤلاء الإرهابيون الذين عادوا يطلبون إطلاق سراحهم على أنهم لا يشكلون خطرا كبيرا على مجتمعنا، لكننا نعرف بأن هذا هراء ولا يمكنهم خداعنا مرة أخرى. هذا وتصدرت الآثار الناجمة عن التهديدات والهجمات التركية المتتالية على مناطق شمال شرق سوريا محادثات الوفد البلجيكي مع الإدارة الذاتية وسبل الحد منها. في الخلاصة يقول مراقبون إن أي تعهد بالاعتراف الرسمي إذا ما أقرته فرنسا أو بلجيكا مثلا فإنه قد يفتح الباب عريضا أمام اعترافات دولية أخرى على مبدأ الدومينو، كل ذلك في انتظار تطورات في المواقف الدولية وربما مفاجآت يستحضر بعضها على نار هادئة. لقناة اليوم من بروكسل، كريم باقستاني.